من كوجا جلاس. هيا جلاس برشا. لا بالنسبه للسوق، السوق مسخ برشا. اخذ لي غاديك زرارق نتاع الزاك لما عدي لي الكلام، زرارق وسخل هنايا وحكايات مش عاديه بصراحه. اذا كانت تحب الحق والله السوق هذا ماهوش باهي حسيت. هكا تخزري الوحده تخزري منه، دوري منه شوفي الفضايع هذوما على الاقل نظاف لهنا برشا. شوفي شوفي اخزري الزرارق نتاع الواحد. قلت لك انا الزطله والواحد اخزري مش نكذب عليك. جوي الزطله يعمل في الواحد غاديك. نبعث بنتي انا من غاديك باش جيت تعبي الماء. انا شيء ما شيء ما هو تصور تو تعرف كلموا في الواقع واحد يعيش فيه معناه. شفت اخزر له سخ اخزر وانت تمشي حالة مزرية. البلدية منها هي مكثر منها هي والناس زاد والشعب. الشعب ممسخ زاد مش الناس الكل، اما معناه الاكثر نتاعهم خامجين ممسخين. الظروف مالها اللي على الاخر السوق هذايا فهمتني اللي تكسر ما عادش فيه، والتواليت هذيا فهمتني اللي البحذانة كانت تسكر، وكلها فهمتي كل يوم من عباد تزرق لهنا وسخ هابط علينا. الريحه تقتلت لي منهم نساء يجوا مش يقضوا بط ما عادش يحبوا يجوا. صدقيني فهمتي التواليت نظفت كل يوم نظفت الزرق نخرج فيه شكاي راهو فهمتي لاجس فرش كل يوم خارج فهمتي الزرق وسخ كل يوم خارج بمسخ نتاع الزرق غادي كل يوم نعمل عارك فهمتي لهنا المشاكل برت لي الريحه تردد مش نقول تردد. التواليت ما كرهش بلاصتها لهنا تكره يحطوا لها بلاصه فهمتني ليه معناتها بلاصه في بلاصه يحطوها غادي خلي يروح العباد الكل يمسحوا فيها غادي شو فهمتني ليه سبعين واحد فهمتني ليه يزرق لهنا كل يوم عارك ومشاكل لهنا والحاكم تجي تكلم الحاكم ما يجيكش لهنا للتواليت هذه ما يدورش بهجم خايف مو الحاكم يجي لهنا ويثبت الحاكم كره فهمتني ليه كل يوم يجي التواليت هذه اعملوا طلة اعملوا طلة وشوف الريحة تقتلت لي حتى من غبر والله ماذا بيا تقد السوق فهمتي ماذا بيا تغطي وتقد كما الاسواق الاخرين فهمت كيفاش اخزر خرب وراهم السوق خارب من غادي كيفاش السوق هاك شوف بلديه حاجه الناس تخلص في الكراء واحد شوف السوق بعد هزيه للسوق شو صاير وبيتين تخلص احنا وزاد غلوا علينا فهمت كيفاش وشوف السوق تاعب على الاخر فهمتي ماذا هاك شوف احنا ديجا في الاخر والسوق اخزر كلهم مقدمين تولي كيفاش نازل من غادي كل معناها كلها اخزر قانونيا الناس كل ناس قد قد فهمتي ان شاء الله ربي يسهل كما هو خير. عاشت شهر رمضان مبروك. انا تو انا قداش من عام تو نطالبوا بالتهيئه نتاع المرشي بصفه عامه وازاله هالطول هذا والاكشاك هذه اللي قاعده شوف كيفاش الطول والاكشاك عندها 60 سنه احنا استقلال وتو مازلنا في تحت البحر تحت الطول طلبوا البلديه باش تهيئ لنا وتعمل لنا الاناره تعمل لنا ناقصين تواليت فهمتني وعندنا البيبان مسكره الاكتساب بصفه عامه مسكره على التجار اناره في السوق وحاجه اخرى نطالبوا زاد البلديه باش تزيد برشا حاجات من قدامنا خاطر احنا التجار نخلصوا بالباتيد نخلصوا بالكرا فهمتني في الضوء وعندنا الانتصاب معناها فوضوي كبير في البلاد راك تشوف انت وخاصه قول الجرد هذا اصبر وخاصة الجردة هذيك احنا كنا في الإيجاد كنا ننظفوا فيها أكبر شوف الزبلة الجردة كنا ننظفوا فيها بل وعندنا الإيجاد كان ينظف فيه وبركلا كانت الجمعيات هي قبل زاد الوظف حزب الزين ويحصل وحنا وانا حاليا هو عضو في الاتحاد الجهوي للتجار ولكن بدون إيجاد ما لقينا حتى حل مع البلدية ما فماش معز فوزي متسمع بها مش مع الاتحاد الكل وكلهم طالبوا بالتهيئه نتاع المرشي لكن مازال ما فما حتى قاعد يسوي ما طول حتى حاجه قسمكم لكلكم انا اتخيلكم كانكم اساتذتي السوق منحط السوق مستواه ماهوش رديء برشا السوق اشتر المحلات مسكره عندنا التندات زاد ماهيش تلمع عندنا الضوء والاناره مش موجوده وقت اللي احنا خلصوا في الكراء وقاعدين وخلصوا في الباتين ده وعندنا اداءاتنا الخاصه بينا
والبلدية ماهيش معنية بيا السوق هذايا نسيته. هذايا مشكلة ديما. لا ديما احنا نوصلوا احنا في الفطار نوصلوا نسكروا الخمسة ونص. علاش نخدموا؟ مغرب نسكروا، الناس الكل نسكروا، علاش؟ خاطر انقراض الكليون باش يوصل لهنا. علاش؟ خاطر ما فماش إنارة، ما فماش حتى العساس بيدو مسكر السوق ويعس فيه في الليل ويبدا خايف. يقول لك حاولوا خلوا لي حتى انبوبه نتاع ضوء. وقت اللي باش تخلي له انبوبه نتاع ضوء تنجم سيركوي كامل نتاع ما تقصش المنقله نتاعك، تنجم سيركوي كامل السوق كيما قال وير. يعني فما برشا خلف ما انه توا عاملين مدللين الناس اللي لبرا وعاملين لهم موقع والاناره موجوده وما يخلصوا في حتى شيء ويخدموا ما شاء الله ومصلي على النبي. وقت يعني احنا هنا ظروف السوق هنا تعب ياسر، وقاعدين من 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 كل حانوت قاعده، قد ما تزيد النهار قد ما تزيد تتعب اكثر من الشيء اللي هو فقدان الاشياء اللي هي باهيه في السوق، من الاناره، من الاشياء اللي هي يعني مظهر من برشا حاجات في السوق ماهيش هي. هذا كله جانب وتعبين في الشتاء وتعبين في الصيف. شوف انت حتى طول برك اخزر قداش انت وانه نورمالمون اللي سقفوا بيه نتاع الخضره هذيا راهو سقفوا عملوا سيستم نفس السيستم نتاع هذيا اللي هو هكا شربوط، يكون اضواء ويكون ضاوي اكثر ويكون، وحتى المدخل زاد عندنا مشكل في المدخل زاد على المشكل في المدخل اللي هو ضيق ياسر زاد كيف ونتشكى، وكل مره احنا نتشكى وكل مره احنا نترجى في احبابنا اللي هما جيراننا، وديما عندنا المشكل هو بيدو. فهمتني؟ ديجا انت كي تبدا خارجه تشوف روحك ما تنجمش تخرج.